التصريحات النارية طبعا الحكومة اللي يفترض فيها صح تعالج المشكلة، ولكن لا تعالج بالتصريحات التي ظهرت. التصريحات زادت فزت، واكتسب من هذه التصريحات الحراك حاضنة شعبية. حاليا لدى الحراك حاضنة شعبية، أنا نأمل أن الحراك يتم تأطير الصحيح. الشباب الذين مسيطرين على إدارة الحراك ألا يسرق منهم هذا الحراك، وأن يعطوا فرصة للحكومة. توا الحراك قدم شيء وظهرت قوة الحراك حاليا، وبدأت الحكومة تستجاب، بدأ الوقود بعض شرائح الوقود تدخل إلى الجنوب. إذن في أشياء من المطالب من حقوق هذه تطبق مباشرة، في أشياء تحتاج إلى وقت، في أشياء ليست في يد الحكومة حتى هذه اللحظة. على سبيل المثال طلب تشغيل محطة أوباري. محطة أوباري هناك شريك أجنبي يجب أن نوفر له الضمانات لكي يعود. هذه تحتاج إلى وقت.